العرب احد فروع تحفة الميادين بالمرموم. لا يسعني مشاهدينا الكرام الا ان اهني القيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة باحتفالها باليوم الوطني 43 لدولة الامارات العربية المتحدة. سيدي صاحب السمو والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، على بركة الله انطلق الشوط الثاني الخاص بالجعدان 1800 والمسافة 1200. على بركة الله ابدأ مع المقدمة، ابدأ مع الصدارة شاهين حمد بن ضبيب الشامسي. يا سلام على زميلنا المعلق من يدفع بالمقدمة ويدفع بصدارة هذا الشوط. هناك يقول القعقاع بن حمد بن الطبيب الشمسي من يبدا مع البدايه مع شاهين. ثاني المراكز هناك، المركز الثاني شاهين راشد بن سلطان بن مطر بن مرخان على المركز الثاني، والمركز الثالث هناك مقصص محمد بن حمد بن مانع اليامي على المركز الثالث. شوف الكوكب الثلاثيه يبداها القعقاع، يبداها القعقاع حمد بن الطبيب الشمسي من يتابع شاهين على مقدمه هذا الشوط. واليامي واصل يا ابو القعقاع، اليامي واصل. ركز على هذا الشوط، ركز على هذا الشوط. الشوط الاول واثنين من ديسمبر روح الاتحاد من يفتتح هناك ناموس الجعدان. على بركة الله اعود مع المقدمة شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة. القعقاع بن حمد بن ضبيب الشمسي من يقدم لنا شاهين. يا سلام يا سلام. اشكرك يا زميلنا على هذه المتابعة المميزة لشاهين على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. امتار خيلة بن مرخان عاد، بن مرخان عاد 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 يا القاع يا ابو القعقاع عاد عاد مع ايضا كي يهدد المقدمة. ولكن اللحظات الاخيرة مع ابو القعقاع. سلام عليك يا حمد بن ضبيب الشمسي على فوز شاهين بالمركز الاول للقعقاع بن حمد بن ضبيب الشامسي. تهانينا وناموس المركز الثاني. المركز الثاني هناك شاهين راشد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، والمركز الثالث مقصص محمد بن حمد بن مانع اليامي. هكذا النتيجه للمراكز المتقدمه في هذا الشوط. تهانينا وناموس.